اليوم تنعقد الدورة الرابعة لجمعية المسالك البولية في أكادير بحضور عدد كبير من جراحي المسالك البولية من المغرب، وهذه السنة تم استضافة زملاء من الهند خصوصا رئيس جمعية المسالك البولية في الهند، وسيتم خلال هذه الدورات مناقشات الجديد في جراحة وعلاج سرطانات المسالك البولية، وكذلك استعراض التجربة الهندية في علاج تضيقات الإحليل ووضع الدعامات لعلاج الضعف الجنسي، وكذلك تقويم الانحناءات التي قد تحدث في العضو الذكري. فكل هذا على مستويين، مستوى نظري سيتم في اليوم الجمعة بعد الظهر، وفي اليوم الثاني ستكون هناك العمليات الجراحية بالنقل المباشر من قاعة العمليات إلى مكان المؤتمر هنا في أكادير. ستكون عمليات يعني دقيقة جدا، وهي عمليات لا تقوم بها إلا بعض المراكز الكبرى في العالم. وتم استدعاء رئيس قسم المسالك البولية ورئيس جمعية المسالك البولية في الهند الذي له خبرة كبيرة ومعروف عالميا، وهو الدكتور سانجاي كولكارني، وهو معروف بهذه الجراحة. فسيتم استعراض كل ما هو جديد في جراحة الإحليل، التضيقات التي قد تحدث من بعد الأمراض الالتهابية أو بعض الحوادث السير. فسيتم استعمال هذه التقنية التي هي الآن متعارف عليها عالميا، وهي ترقيع الإحليل بأخذ جزء من الغشاء المخاطي للفم، وكذلك سيكون هناك تقنية جديدة لمعالجة الانحناءات ووضع الدعامات. كل هذا سيكون غدا، عندنا تقريبا 5 عمليات ستقام غدا، وسيتم تخصيص كل يوم لإقامة هذه العملية. سرطانات المسالك البولية هي متفاوتة، فهناك مثلا سرطان البروستات، ومعروف أنه أكثر من سرطان الخصية مثلا، وعندنا في المغرب للأسف ما زال التشخيص المبكر، طبعا يكون عندنا شيء من التأخر في هذا المجال، ولكن هناك الأمور تتطور إلى الأفضل. طبعا هناك استكشاف لطرق جديدة لعلاجات كاستعمال جهاز المناعة في علاج أمراض السرطان، واستعمال بعض العلاجات الموجهة والخاصة بكل مريض، ولا يمكن ليس كما كنا نعتمد عليه من علاج كيماوي للكل، وإنما تم الآن تخصيص علاج لكل مريض على حسب مكوناته الجينية وغيرها. كل هذه أشياء جديدة في العلاج السرطان، والمغرب طبعا هو يتقدم في هذا المجال ويتابع ما يحدث في العالم. هذه عملية لمريض عنده تضيق مزمن لقناة البولية الإحليل، فسيتم معالجته ب أولا أخذ الغشاء المخاطي للفم، ثم وضعه لترقيع هذه المناطق المتضيقة، وسيتم العملية تقريبا بوجود فريقين، فريق يتم يقوم بعملية أخذ الغشاء المخاطي للفم، والفريق الثاني يقوم بزرعه في الإحليل. فالعملية تقريبا تستغرق ساعة ونصف إلى ساعتين، وكل شيء الحمد لله مرة في أحسن الظروف، مع التعاون بالفريق الذي جاء من الهند برئاسة الدكتور سانجاي كولكارني اللي هو رئيس الجمعية الهندية لجراحي المسالك البولية. We both are happy to be in Agadir in Morocco to conduct a live surgery workshop for this association. I will be conducting 3 urethroplasties. Urethra is male urethra is an organ which is 20 centimeter long, and there are problems with it, so the patient's flow is poor, so we use buccal mucosa graft to patch the urethra. My associate Dr. Pankaj Joshi is going to do a Peyronie's disease, which is penile curvature correction, and is also going to insert a penile processes for erectile dysfunction, and that will be demonstrated live to the audience from a hospital to this conference center. Me and Professor Kulkarni will be doing surgery, and this is first live surgery event in Morocco, so ZIN has organized it very well,
And we hope the Moroccan urologists who have traveled across the country will benefit from Dr. Kulkarni. He's traveled all across the globe. And we've come here only for this event. So we hope that everyone benefits from this live surgery event, which is slowly decreasing across Europe and America, but it's still a big part in India and Asia. So we are glad Morocco is doing a live surgery workshop. So let's do our best. And this will also help the Moroccan patients in general, improves the treatment. Thank you. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.